جهزنا اساس نطلع الى يونيفرسال، بس بننزل تحت عشان نفطر. ايوه، وبعدين بننطلق على طول الى يونيفرسال. طبعا تسالوا ليش احنا قاعدين نصور في الحمام، صور في الحمام اساس الاضاءه جدا ممتازه. هذه عاد هذه فكره مهدي، يقول اضاءه حلوه في الحمام وصور. شوف صحيح ولا طالعين حلوين؟ لا احنا حلوين مو من الاضاءه. صح، طالعين من الفندق رايحين للسياره اساس بنطلع الى يونيفرسال. وذكو قاعد يصور فلوج بعد مهدي. زين زين. خلاص الناس لابسين اكياس. اي والله اللوازم لابسين اكياس عند المطار. اي والله المطار وذا نروح المدرسه. مهدي قام يشغلني مذيع اغاني، احط المايك وروح واقف الكاميرا. لا اوكي ما ادري يعني عادي. يلا بدأنا وبدأنا الفلوج. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تونا داخلين يونيفرسال، هذه واجهية يونيفرسال. تونا الآن دخلنا، تيكت يصير وراء مهدي، وإن شاء الله راح نغطي لكم تغطية جدا ممتازة. ويلا مشينا. طبعا هذه اللعبة جوينا بتبلل وبتبلل فبعنا له خلاص بعنا له. المشكلة إن علي أبيض. طبعا هذه بعد ما ركبنا هاللعبة هذه، طبعا هذه كانت اول لعبه والمفروض نخليها اخر لعبه لان ركبناها. شوف شوفكم. حاليا مثل ما تشوفوا وراي موجود الكاسل مال هاري بوتر. طبعا جدا بعيد ما راح يبين، ومن شوي كنا في وسط بالميرو في وسط السيتي وسووا انانسمنت، قالوا ان ترى السوبر هيروز حاليا نزلوا الى السيتي و ستي سيف لانه يعني ذا رومينج ذا سيتي. اوكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رحلة من أروع الرحلات اللي مرت علي في أمريكا، بس هالمرة مع شخص مختلف. علي الناصر معاي في هالرحلة. جايين إلى أورلاندو، وقفنا أول شيء في اليونيفرسال ستوديوز، وبكرة إن شاء الله رايحين على ديزني لاند والباقي. شوف. المصور المحترف اللي قاعد حاليا ينتظر الناس ينزل كذا. اي على السلام. ها ويش؟ هذا قاعد يصور بلوج. ايوه، وانت قاعد تصور قاعد تسوي بلوج عن البلوج صح؟ ايوه، عن البلوج عن البلوج. صور المصور هو يصور المصورين. بالضبط صح. طبعا الخطة كانت ان احنا نركب هذي، بس للأسف عشان المطر وقفوها. شوفوا المطرات هنا سبحنا. بس عادي دراما.
كبير واجد صح. بس صراحة تستحق يستحق انك تنظر لها. انتظرنا كم خمسة 3D انيميشن ابداع. طبعا انا ابغى اعانده فهو تعبان مرة الحين خلاص قفل وانا فيه شوية طاقة شوية. زين فانا اسف قلت لي تبغى تعشى. اي بتعشى اكيد باكر تنضطر تنضطر لا اوكي فانا حاليا بعاند ايوه يا حبيبي. شدنا انا توقعت يركض بالعكس طافي.